بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إلى الشعب السوري العظيم، نتيجة لجرائم بشار الأسد وعصابته المجرمة، وحرصا منا على أن نكون مخلصين لقسمنا في أن نحمي أرضنا وشعبنا، نعلن تشكيل كتيبة الشهيد مشعل تمو في منطقة خان شيخون تحت قيادة المجلس العسكري لتكون درعا حصينا يحمي أهلنا المظلومين، ونحذر بشار الأسد وعصابته المجرمة لأنهم سيلاقوننا في كل زمان ومكان وسيرون منا ما لا يتوقعون. عشتم وعاشت سوريا حرة أبية. النقيب المهندس أحمد جباسي قائد كتيبة الشهيد مشعل تمو، هذه هويتي. الملازم أول هاشم الحسن قائد سرية شهداء حمص. الملازم أول قتيبة سيريني قائد سرية الشهيد رضوان سلاوي. الملازم أول محمد بكر قائد سرية الشهيد أحمد البكري. إلى القسم. إلى القسم. أقسم بالله العظيم. 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 أن ندافع عن أعراضنا. أن ندافع عن أعراضنا. ودمائنا. ودمائنا. وأرضنا. وأرضنا. وأن نحافظ على ثورتنا. وأن نحافظ على ثورتنا. حتى آخر قطرة من دمائنا. حتى آخر قطرة من دمائنا. والله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول شهيد. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. أثبت. الله أكبر.